طيب معايا عبر الهاتف الان الكابتن احمد قناوي المدرب العام للنادي الاسماعيلي. نبارك له على فوز الاسماعيلي المهم جدا، فوز مهم جدا للاسماعيلي النهارده على حرس الحدود. يا كابتن احمد الف مليون مبروك. ربنا يخليك كابتن كريم، وبشكرك يا حبيبي على سندتك لينا كده ودعمك لينا دايما يا حبيبي. انت عارف يا كابتن احمد كلنا نحب الاسماعيلي وكلنا نعشق الاسماعيلي، يعني الاسماعيلي من الفرق القليله اللي في مصر اللي الجميع بيعشقها، ان لم يكن هو الفريق الوحيد اللي بيجتمع عليه كل جمهور الكوره بصراحه. ما هو والله طبعا الواحد مقدر الشعور دوت، جماهير نادي الاسماعيلي مش بس جوه نادي الاسماعيلي، وده اللي محزن الواحد ان نادي الاسماعيلي وضعه الثلاث مواسم الموسم الحالي والموسمين السابقين ان احنا نكون في الوضع دوت. ونتمنى ان شاء الله الامور اللي هي اللي عامله لنا مشاكل واللي هي اهم مشكله عندنا النواحي الماديه تتحل الفترات الجايه، ما نتحطش الموقف ده تاني ان شاء الله. الامور تحسنت نسبيا يا كابتن احمد؟ هل في تقدم في الامور ديت؟ انا مش بقول لك اتحلت تماما، بس هل في تحسن ولا لسه احنا واقفين في حته صعبه؟ الحمد لله في تحسن، وفي مجلس الاداره الحالي بقياده السيد اللواء ابو بكر، كابتن محمد شيح نائب رئيس، وكاسمين حفني مشرف على الكوره، كابتن محمد فيالي ودكتور ناصر كشير، بيحاولوا جاهدين للامانه لحل المشاكل الماديه. اي نعم مش كل الامور، ولكن جزء منها بيتحل بالتعاون مع اللعيبه وبرضا اللعيبه. اللعيبه عارفه ان الضغوط عليها وعلى مجلس الاداره ان مفيش موارد ماديه، ولكن اللعيبه بتستحمل معانا وانا بشكرهم طبعا. اي وضع محدش اي لعيب يقدر يستحمله، في لعيبه من الموسم اللي فاتت ليها مستحقات وصابره، واي مبالغ بتيجي مجلس الاداره بيوفرها اللعيبه الحمد لله بكل رضا بتقدر بتمشي الامور لغايه لما الامور تتحسن الفترات الجايه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله النهارده الفوز تاخر شويه يا كابتن احمد على ضوء ان حرس الحدود برده كان بيلعب منكوس من بدري جدا. فوز الاسماعيلي النهارده وانا بتفرج على المباراه حسيته تاخر كثيرا، وكان في بعض الاحيان بطء في انهاء الهجمات او في تناقل الكره عند الاسماعيلي، وكان الفوز هيجي في اي وقت. هو اي نعم جه، بس كان ممكن تتحط المباراه في حته صعبه يعني. بالظبط كلامك مظبوط 100%. بنحيي فرقه حرس حدود بتلعب بعد الدقيقه الرابعه او الخامسه من بدايه الشوط الاول، يعني مباراه كامله بتلعب ب 10 لعيبه. ولكن خلي بالك انت بتلعب النهارده مع خصم برضه معاك في المنطقه اللي انت بتحاول تهرب منها. صحيح. ودي مش مباراه سهله، وممكن تكون بالنسبه له دي اخر مباراه اللي ممكن يكون ليه امل في وجوده في الدوري تاني. فمباراة صعبة جدا جدا، التوتر اللي ظهر على اللعيبة قبل الهدف أو بعد الهدف وخصوصا بعد الهدف دي نتيجة الضغوط الموجودة على اللعيبة أو على الجهاز الفني أو على الجماهير كمان ومجلس الإدارة. وضع النادي الإسماعيلي أنت بتتمنى ثلاثة بونت على أرضك مع فرق من الفرق المنافسة اللي أنت عايز تبعد عن شبح أنت وهم. صحيح. عندك أربع خمس فرق تحتيك، النهارده الحمد لله ربنا وفقنا مكسب النهارده 3 بونت النهارده، حطونا في وضع كويس. ولكن خلي بالك برضه يا كابتن كريم، لما الفرق اللي تحتيك بتكسب بتزود عليك الضغوط فوق. صح صح صح. سقف النقط اللي تقعد الفرقه ما يبقاش 36 زي الموسم اللي فات ولا 35، ممكن يعدي كده لو الفرق اللي تحت كسبت. صح. كل ما تكسب وهم يكسبوا، لا انت ممكن تخش في 39 نقطه اللي يقعد 38 نقطه اللي يقعد، فدي برضو ضغوط انت برضو كنت بعيد عنهم الفترات اللي فاتت. تعطلت في ماتش ولا في ماتشين هم كسبوا حصلوك وبقى فرق بينك وبينهم نقطه او نقطتين. انت عديت فرق النهارده سبقاك بمباراه وتسويت مع فرق في نفس عدد المباريات، ولكن برضو لسه في طلائع جيش عنده مباراتين متاخرين. ماشي. الفرق اللي تحتيك لو كسبت ماتش هتبقى قريبه منك برضو نقطه ونقطتين، فلسه الامور مش واضحه قوي. انت مستريح نفسيا ومعنويا شويه النهارده، ولكن انت على ضوء النتائج بتاعت بقيه الاسبوع هتتحدد حاجات كتير جدا جدا جدا. قد ان انت عديت فرق كانت قدامك الفترات اللي فاتت. صح. زي اسوان، الحمد لله عدينا اسوان، عدينا محله، سيراميكا لسه لها مباراه، ولكن الحمد لله يعني في الوقت الحالي عديناها لغايه ما تلعب المباراه الجايه. صحيح. ما بقتش خمس فرق زي ما بقينا ساعه ما بدانا المهمه مع كابتن حمزه الجمل. بقينا دلوقتي حوالي 7-8 فرق في الاطار المنافسه والهبوط عن القاع. طيب كابتن احمد، الوضع الحالي بالنسبه للمصابين والغيابات، كان الاسماعيلي بيعاني من غيابات كثيره الفتره الاخيره. كم لاعب غائب دلوقتي عن الاسماعيلي؟ كم لاعب اصبح جاهز للمشاركه في المباريات القادمه ان شاء الله؟ هو كان المباراه الاخيره بنك الاهلي كانت اكبر مشاكل عندنا. صح. كان عندنا 6-7 لعيبه اساسيين منهم 2 حراس مرمى، وانا بحيي احمد عادل اللي هو كان رقم 3 النهارده ما شاء الله رقم 1 في نادي الاسماعيلي بيأدي بشكل كويس جدا جدا، بحييه على ادائه واتمنى له التوفيق وهو وجميع الحراس مرمى النادي الاسماعيلي. كان عندنا عبد الرحمن مجدي اصابه وان شاء الله باذن الله يومين ثلاثه يبدا يخش ان شاء الله باذن الله. كان عندنا ثلاث ثقاف ياو انور وفراس، وكان عندنا محمد حسن رجعوا النهارده الحمد لله رب العالمين.
ممكن يكون عندنا في مباراه الدوري لما تيجي تبدا عندنا بس ايقاف واحد ان شاء الله باذن الله، ولكن ان شاء الله اللعيبه الموجوده تقدر تقوم بالمهمه ان شاء الله. ان شاء الله. الكابتن احمد قناوي المدرب العام للنادي الاسماعيلي بشكرك شكرا جزيلا وبهنيك على فوز الاسماعيلي اليوم على حرس الحدود بهدف دون رد. طيب.